أمير كرارة، أحمد السقا. أنجري أديهم الاثنين أنجري على طول، غفران وعساف. ليه بقى؟ غفران وعساف أشرار. حطيت لي الاثنين أنجري. الاثنين عساف وغفران أنجري، زعلان من الاثنين. طيب بص يا محمد، ما ينفعش نسل الأغراب يكون مكسر الدنيا وناجح وما اسألكش سؤال مهم جدا. إيه أصعب الانتقادات اللي توجهت لك من ساعة ما المسلسل اتعرض؟ هو في ناس بتنتقد الشكل الأبك للمسلسل. آه. ودول مش جمهور. جمهور أنا بركب عربيتي. آه. وبنزل ألف بقى أشوف القهاوي وألف أشوف الناس اللي. أنت بتعمل كده؟ كل عمري قبل ما أعمل مسلسل وبعد ما أعمل المسلسل. أنا أعمل مسلسل أقسم بالله عمري في حياتي لا شفت من الريتنجز ولا الترندز بشير. بيبعتولي زمايلي، بيبقى عندنا جروب للمسلسل بيتبعت عليه الترندز والريتنجز والحاجات دي، بقعد أشير الحاجات دي على الفيسبوك وعلى كده، بشير يعني اللي هو للتباهي. بس بتنزل بنفسك طبعا القهاوي، أشوف الجمهور. الجمهور أنا بشتغل عند الجمهور. ده النبض على فكرة الحقيقي. في حتت غريبة بقى أنا أروح كل حتة. طيب شوف الجمهور. ايه النقد؟ الجمهور انا النقد اللي شفته على السوشيال ميديا غير ال بجد. طبعا. طب ايه النقد اللي سمعته على السوشيال ميديا وايه النقد اللي شفته لما نزلت؟ ان المسلسل مبالغ في كل حاجه فيه، مبالغ في ديكوراته، مبالغ في غناء الفاحش. طب ما هو ده المسلسل. هو ده المسلسل.